خلال هذه 24 ساعه المختبرات الوطنيه المشاركه في عمليه التشخيص المخبري للحالات المحتمله اكدت 89 حاله اضافيه ليصبح الاجمالي ديال الحالات المؤكده ببلادنا ديال هذا الداء منذ بدايه الوباء هو 6741 حاله. هذه الحالات الجديده سجلت اكثر من نصفها بجهه الدار البيضاء سطات، وسجل عدد اخر بالدرجه الاولى بجهتي مراكش اسفي وفاس مكناس، ثم بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة درعة فيلالت الجهة الشرقية وسوس وبني ملال خنيفرة. فالجهات إذن هناك جهات لم تسجل أي حالة، هي جهات الرباط صلا والقنيطرة وجهة سوس مسا وجهة قلميم ودنون وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة والذهب، بالإضافة إلى أن جهات أخرى هذه الأيام الأخيرة لا تسجل إلا حالة أو لم تسجل حالات، كما قلنا جهة درعة فيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفر، رغم أنها سجلت اليوم حالات، حالة واحدة لكل من درعة فيلالت والجهة الشرقية وحالتين لبني ملال خنيفرة، فإنها في الأيام التي سبقت لم تكن تسجل حالات.